عادات وتقاليد. بعض القرى في بورما تقيس جمال النساء بطول الرقاب. تنتشر عادة المرأة الزرافة في بورما، حيث تضع السيدات حلقات نحاسية على أعناقهن حتى تظهر كل سيدة بأنها ذات عنق طويل. وتعد هذه العادة من عادات الجمال المنتشرة في بورما، حيث تساهم الحلقات النحاسية في الضغط على منطقة القفص الصدري، مما يؤدي إلى ظهور الرقبة بطول أكبر من طولها الحقيقي. ويبدأ تطبيق هذه العادة بين النساء من عمر 5 سنوات. عادات وتقاليد.